للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد علي حسن الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، بعد تحية، كيف ترى العلاقات المصرية الإماراتية ومدى قوة هذه العلاقات، خاصة أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيف مصر الشيخ محمد بن زايد شهد اليوم إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموية؟ يعني بعد التحية، في البداية العلاقات المصرية الإماراتية خلال العشر سنوات الماضية في تطور ملحوظ، في يعني نجد تعاون في جميع المجالات الممكنة ما بين مصر والأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وجدنا اليوم إطلاق مخطط مشروع رأس الحكمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد. وأيضا كان بالأمس هناك، يعني نستطيع أن نقول، مثال للأخوة بين البلدين وحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحفل تخريج طلاب الكليات العسكرية بالأمس، ووجدنا استقبال رائع من الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهو ما يحدث أيضا حينما يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية الشقيقة. برأيك أستاذ محمد، ما هو المردود الاقتصادي والاستثماري على الدولتين والمنفعة أيضا للشعبين من هذه المشروعات؟ يعني مشروع رأس الحكمة، يعني هو في تعريفه أنه منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة، وأيضا مشروع تنموي ضخم يغير بالطبع ملامح الساحل الشمالي الغربي لمصر، ويخلق حياة جديدة تخدم الآلاف بل الملايين من أبناء الوطن. وأيضا مشروع رأس الحكمة هو شراكة مع الأشقاء في الإمارات، ونجد أنه من أضخم المشروعات التي يوجد بها شراكة بين مصر وبين دولة الإمارات العربية الشقيقة، وأيضا المشروعات الأجنبية بشكل عام. ضخامة المشروع في الحقيقة تطرح بعض الأسئلة الهامة، يعني وأيضا وجدنا عليها إجابات واضحة وبشفافية، سواء من الدولة المصرية أو من الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة. فكرة المشروع جاءت لتطوير رأس الحكمة بشراكة مع كيانات كبرى، تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية التي حددتها من خلال المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، لزيادة موارد الدولة أيضا، ووفق بيانات الحكومة التي أعلنت عنها بكل شفافية وبكل سهولة لتوصيل المعلومة للمواطن المصري بشكل عام، أنه سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ويحدث بالطبع انتعاشة اقتصادية، وأيضا انتفاع مشترك وتبادل مشترك ما بين مصر والإمارات، وفضلا عن مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المنفذة، ومزايا عديدة أيضا للمستثمرين. وأيضا سنرى استثمارات مباشرة بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية المدينة بين العديد من المؤسسات والوزارات بين الدولتين، على رأسها بالطبع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأيضا شركة أبوظبي التنموية القابضة بدولة الإمارات. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني بناء على ما ذكرت من معطيات مختلفة، ربما ما ذكرت تحديدا أنه ما حدث بالأمس ومشاركة يعني سمو الشيخ محمد بن زايد في الاحتفالية العظيمة التي شهدناها جميعا بتخريج الكليات العسكرية وأيضا دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، بيعكس مدى قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية بشكل كبير، وكذلك أيضا ما نشهده اليوم من هذا المشروع الاقتصادي العظيم بين الدولتين، إلى أي مدى يمكن أن تنعكس كل هذه المجالات في التعاون المشترك بين الدولتين على قوة العلاقات خلال الفترة القادمة؟ يعني خلال الفترة القادمة، وبالفعل الانعكاس
بدأ بالفعل ويتطور بشكل كبير للغاية وفقا لخطط ووفقا لاستراتيجيات بين الدولتين، سواء الولايات سواء مصر والإمارات العربية المتحدة. وأيضا هناك الكثير، يعني نعلم بشكل كبير ولا يخفى عن أحد التطورات التي تشهدها المنطقة، وهذا يعني يمثل نموذج من التعاون بين دولتين عربتين شقيقتين في ظل التحديات، ليست فقط في المنطقة ولكن في العالم بأسر. الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، أيضا اليوم إثبات جدير يعني بين دولتين عربيتين، بينهما شراكة اقتصادية، بينهما مشروعات مشتركة، بينهما تطوير لمشروعات منفذة، بينهما أيضا شراكات جديدة من نوع جديد بين الدول، سواء في الاستثمار وما ينعكس في الاقتصاد على الدولتين سواء مصر أو الإمارات. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد علي حسن الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.